تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة. اليوم كذلك فيديو جديد، نظرا لأنه هناك موضوع جديد وخصني نشدو اليوم، لأنه كما تيقول لك ضرب الحديد محدو سخون. لكن قبل ما ننطلق في هذا الموضوع اليوم، بغيت نقدم واحد الاعتذار. بغيت نعتذر لأنني ربما لم أحسن التعبير لما اخترت في الفيديو اللي فات، اخترت المثال ديال لما الحسن الثاني أطلق سراح المعتقلين السياسيين، واللي هو اعتقالهم اصلا كان اعتقالا تعسفيان وليست له اي مصداقيه قانونيه. يعني هما يوم واحد اللي دوزوه في المعتقل هو كما تنقولوا في الرقبه ديال الحسن الثاني المقبور الى الابد. لكنني انا لما قصدت ذلك ما قصدتش انهم، ما قلت هو اللي استثمر النظام السياسي سواء في شخص الحسن الثاني لانه استعملوه باش يهيئ للمرحله الانتقاليه ديال الابن ديالو، سواء الابن ديالو ملي جا ودارته هو المناصفه والتصالح ولا الاصلاح التصالح والمناصفه الى اخره، استفدوا منهم. لم اعني انهم هاد المعتقلين هادو راهم باعوا القضيه، لا، لانني انا اعرف شخصيا انني اعرف انهم كذا 90% من هاد المعتقلين فقط ما عانقوه هو الحريه اللي هي حقهم اولا، واللي خداوها حتى داز الوقت الطويل جدا، وانهم لم يقدموا اي تنازلات مقابل ذلك، وحتى انهم ما طالبوش بالعفو. هو كان خطوه الحسن الثاني خطط بها، لكنهم هم عانقوا الحريه اللي تستحقوها. وكذلك حتى ماشي حتى عني دوك شويه داك الكميشه الصغيره من هادو اللي قبلوا مناصب في العهد ديال محمد السادس، واللي اندمجوا مع محمد السادس بقبولهم لذاك المناصب، ولا ما اعتبروه تعويض ربما هما. حتى هادوك ماشي داك الشيء اللي قصدتو، فقط قصدت على انه النظام السياسي دائما الى دخل في شي خطوات يكون عارف راسو غيخرج منها هو رابح اكثر. فبالتالي انا اعتذر من كاع هاد المعتقلين السياسيين كلهم لو ان الفهم ديالهم للجمله ديالي ماشي كان هو اللي بغيت نقصدو، او لا العكس، ولا انا الفلطه تقدر تكون الفلطه ديالي، وربما اغلب الاحيان الفلطه ديالي ربما انا ما اختاريتش دوك الكلمات اللي كنت باغي نختار باش نوصل ديك المعلومه. اذا معتقلين السياسيين، معتقلين اليسار القدماء، اليسار الجميل والحقيقي، عندي انا بالنسبه ليا فوق الراس، واحترمهم واعتبرهم بمختلف تلوينهم فيما كانوا بغاو يكونوا دابا في اي اطار، هما اعتبر التجربه ديالهم واعتبر التاريخ اللي تيدوزوا لنا، المشعل اللي دوزوا لنا هو من الاساسيات التي صنعت شخصيتي انا، وما زلت اتعلم منهم وما زلت اتوق للمزيد من التعلم منهم. فاذا يستحقون مني اعتذار، رغم على انني اقسم بدماء الشهداء لم اقصد ذلك. اذا هذا باش ندوزوا هذه النقطه، لان الناس احترمهم كثيرا. باش ندوزو للموضوع ديال اليوم، هو انه النظام ديالنا يتخبط كالغريق. يعني اي قشه تدوز من حداه تعتقد على انها تعتقو، واي خطوه تعتقد انه لا سكت قمع للصحافه راه يعيش اكثر، الى اعتقل ولاد الشعب يعيش اكثر، الى خرج نيابو كشر نيابو ونشر القمع قوات القمع ودار المقاربه القمعيه راه يطول ليه في العمر ديالو. لكن كاع التحاليل العلميه والتاريخ راه هو علم، وكذلك الماديه التاريخيه اللي تقرا التاريخ بعين علميه تيشوف بانه هاد الشيء هادو هما لي سندروم، هاد لي سندروم هادو ولا هاد العوارض، والعوارض يمكن الا كانت احسنت الجمع ديالها هي عوارض اعتقد، ولا اعراض، وحده من الجوج لي سندروم، هاد الاعراض ولا العوارض ديال النهايه اللي اوشكت. لاش تنقول لكم حتى ولم ينجح الشعب المغربي في انه يتنظم دابا ويتبنى تنظيم ثوري وتنظيم في شكله الصحيح من اجل التغيير، بفكر ديال التغيير، بفكر متجدد، باش يطيح هذا النظام ويبني على انقاضه حاجه جديده يعني متطوره باش نتسمى وتنتقدموا وتسمى ثوره. هي ان ملي تتبني شي حاجه من الخايب للافضل من الاسفل للاعلى، داكشي علاش ربما ما نعتبروش الثوره ديال مصر ثوره، ما نعتبروش الثوره ديال تونس ثوره كامله، ما نعتبروش ما حدث في ليبيا ثوره، لانه لم يحقق الشرط الديالكتيكي ديال انه الانتقال من السيء الى الافضل. اذا هذه باش نتفاهموا. اذا هذا النظام هذا هو بتناقضاته اليوم، حتى لما سقطوش الشعب سيسقطوا من نتاج التناقضات اللي عنده لداخل. وحنا تنشوفوا انه هناك تناطح داخل المنظومه النظاميه، أكيد هناك تناطح. لاش؟ لأنه التناقضات وصلت إلى أوجها، وكل واحد يعتقد على أنه إذا استثمر فيها سوف يسقط النظام. هذا لا يعفي المؤسسة الملكية والملك من أي شيء، بل أنهم هم
سبب هذه التناقضات، والملكية المؤسسة الملكية هي من خلقت الحقل الخصب لحكامة كلها تناقضات وهذه الفوارق الطبقية إلى آخره. باش نتوضحوا، انا اليوم استمعت بعدا شوف بعدا الذكرى، شنو هي الذكرى ديال في الشقيقه الجزائريه في الجزائر. الذكرى هي ذكرى الشهيد، ما عندناش حنا اصلا، ما عندناش في المغرب شي حاجه سميتها الذكرى المقاومين الشهداء اللي قدموا حياتهم مثلا من اجل تواقي الاستقلال الحقيقي. الذكرى ديال جيش التحرير، الذكرى مثلا ديال عندنا الذكرى يجي يخطب في الذكرى ديال انوال الروعه ديال الريف والبطوله ديال الريف، الذكرى ديال الانتفاضه ديال زايان، الذكرى ديال الهيبه اللي خرجتي طحن في المستعمر. ما عندناش ما عندناش ذكرى ديال عمل شعبي عظيم. كل عندنا الذكرى ديال الملوك، حنا كلشي عندنا مرتبط بالملوك فقط. هذه بغيت نضيف لها الاشاره. الذكرى ديال الشهيد، وشفت الخطبه ديال خطاب ديال الرئيس تبون الجزائري. انا كما قلت في الفيديو السابق وكما عبرت من قبل، انه ليس هناك نظاما ديمقراطيا كاع في شي دوله اللي تتحسب على السيكتور المسلم، ليس هناك. ما واش الاسلام مسؤول في هذه القضيه ولا لا، هذه حكايه اخرى ناقشوها بيناتكم، ولكن ليست هناك دوله مسلمه ديمقراطيه يحكمها نظام ديمقراطي. إذا فما تنقولش على النظام الجزائر نظام ديمقراطي، لكنني أقول على أن النظام الجزائر أكثر تقدمية من النظام المخزني الملكي. أولا في علاقته الخارجية وشرحتها في الفيديو الفايت، ما بقاش ندير إعادة الإنتاج، ولكن اليوم غنوريكم بعض المسائل وغنردوا لها البال. بعد ذكرى الشهيد، الرئيس تبون جا بعدا أول ما خصني ندير هذا الشيء هذا، وباش ما نكونش على لساني غنحاول نجيب مقاطع من الخطبة ديالو ونوريكم فين كاين الاختلاف. فين كاين الاختلاف اللي تنشوفه أنا مقارنة ما بين النظام الجزائري والنظام المغربي، وليس تنقارن النظام الجزائري مع سويسرا ولا مع لا، يعني الشعب الجزائري لا زالت له كل الصلاحيات أنه يقرر إذا أراد تغيير النظام ديالو، تصحيح النظام ديالو، هو شعب بطل وله في رصيده ما يكفي من بطولات باش يقرر المصير ديالو، ولكنني لا أقبل أن يقارن النظام الجزائري مع النظام المغربي، ولاش؟ غنوريكم من هذا الخطاب بعض المقاطع وغنشوفوها حنا وغنسمعوها بأذننا. إذا كما قلت لكم أنه يعني بغض النظر على أنه طبيعة هذا النظام الجزائر، أنا عندي ثقة في الشعب الجزائري البطل كما قلت لكم اللي قدم مليون ونص في شهيد على أنه قادر يوجه الوطن ديالو والنظام ديالو فين باغي هو. أنا اللي مهم عندي هو أنه كيفاش تفعل مثلا، كيفاش تنقرا في الخطاب ديال رئيس دولة فيها حراك شعبي، شنو تنقرا الكلمات والعبارات اللي تيقول باش تخاطب هاد الناس اللي هما منتفضين واللي هما واقفين وقفات رجل واحد، والمقارنه مع كيفاش حنا عندنا ذاك المافيوزي ديال محمد السادس كيفاش جا ولم ما ذكرش على فمه لانه زعما عنده هو حراك وعنده ناس تطالب ابسط الحقوق الانسانيه. بالعكس جا غير نوه بانه كان هناك قمع وقمع شديد، ونوه بالناس اللي كانوا مسؤولين على القمع. يعني هنا فين كاين هذاك الفرق الجزئيات اللي تنشوف انا اللي تبين اولا على قوه الشعب الجزائري بالمقارنه مع المغرب، وكذلك على بعض الانضباط في النظام الجزائري بالمقارنة مع نظام ما في يزيد الحكم المطلق التوتاليتاري الذي لا يهمه شيء، ما بقاش تراعي حتى الصورة ديالو، ما بقاش تهمه الصورة ديالو في عيون الآخرين، طالما هو يراكم الثروات وطالما يسود ويحكم ويبلطج ويقوم بكل الأعمال هذه اللي تيقوم بها. إذا نسمعوا بعض اللقطات من الخطاب ديال الرئيس الجزائري باش نفهم، باش تفهموني علاش شنو تنقصد وعلاش شنو تنعني أنا. ثانيا، التكفل أحسن الاجتماعي وبالأخص تكفل بكل الجزائريين اللي كانوا محرومين لمدة سنوات وسنوات ولا واحد كان يدافع عليهم. فيما يخص التكفل الاجتماعي، بدون ما نسرد كل القرارات اللي خديناها في وقتها، انتم تعرفوا أن رغم الصعوبات المالية، رغم انخفاض البترول، رغم الجائحة، ولكن مادام عارفين وحاسين بالمعاناة نتاع ذوي الدخل الضعيف، خديت قرار اللي ما اتخذش منذ سنوات، وهو رفع الحد الأدنى للأجور، رجعته بزوج ملايين. كنت التزمت في الحملة الانتخابية أنني نعفي من الضرائب كل ما من عنده يخلص 3 ملايين أو أقل،
ودرناها. أصبحنا اليوم بعلم ووزارة المالية. إذا هنا مثلا غير نشوف مثلا هنا على الأقل لهجة قال لهم شي حاجة، ما عرفتش القيمة ديالها بالنسبة للشعب الجزائري، وما تلومهم شي لا بانت لهم قليلة ولا شي حاجة. لكن حنا تنتكلم هنا على وطن بحال المغرب اللي جا محمد السادس. شنو قال هذا محمد السادس هنا عندنا بالمقابل مثلا؟ شنو قال؟ شنو جا هضر؟ علاش ملي قال مثلا شنو غايشرح للناس؟ ها حنا رحنا خسر علينا، ولكن شنو هو البديل؟ حنا نشوفوا مثلا المثال ديال محمد السادس. اذا حنا مثلا شنو قال هذا السيد هذا لما جا اعترف هو باللسان ديالو انه السياسه ديالو فشلت، وانه فشل على فشل على فشل. يعني شنو بالمقابل هاد؟ يعني الفشل اللي تنتكلموا على الفشل ديال الهيومن ديفلوبمنت ديال التنميه البشريه، يعني اننا وصلنا الناس للفقر الكادح. شنو خديتي بالمقابل على انك تخرج هاد الناس من الفقر؟ نسمعوا بعدا الهضره ديال هاد المتهجي هذا عديم التعليم. لذلك هذا الشيء تيشجع الاميه في البلاد لانه هو شبه امي. جميع في مختلف المجالات، ولكننا نعيش اليوم في مفارقات صارخه من الصعب فهمها او القبول بها. فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقيه قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا وثقه كبار المستثمرين كبوينغ وغينو بيجو، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم. فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا. هذا هو، وذلك راجع بالاساس. هذا تصريح في هذا الخطاب هذا لم يقل شيئا على انه شنو هو الحل. يعني فشلت سياستنا وليستمر الوضع على ما هو عليه، والمغربي عند الله، لان الخطاب اللي جا من مور هذا هو باش قال لهم إن تتقوا الله يرزقكم من حيث لا تعلمون. زعما ما تعولوش عليا انا، عولوا على السماء، تهزوا عينيكم للسماء وادعيوا راه طيح عليكم الذهب والماكله والى اخره. هنا تنقول لكم هنا بعض المفارقات. ارى نشوفوا مثلا، شوفوا مفارقات اخرين مثلا في الخطاب ديال الرئيس الجزائري بالمقارنه مع الخطاب ديال هذا المتهجي هذا. رغم على انه ليس، لا نقول ان النظام الجزائري، نقول على انه لا مجال للمقارنه، فهذا لا داروا عليه لجينيور، هذا اللي داروا عليه الجيني ورات الله فيه، راه حرام راه خداو التقليد في خاطر ذاك الجيني ولا مسكينه شبهوها بهذا المافيوزو هذا، هذا الاجرامي هذا، هذا المجرم هذا اللي تيعتقل عباد الله وتيغتصب عباد الله في مخافر الشرطه، تيعذب عباد الله في مخافر الشرطه، تيصور عباد الله وهما في لقطات حميميه، وتيعتقل الصحافه، تيعتقل الناس لان طالبات بالسبيطار وبمستشفى الى هذا النوع المجرمين. هذا كاين واحد هو هذاك اللي عندنا حنا، ما كاينش غيره. اذا لا مجال للتشبيه بين نظامين، لا يجوز التشبيه بيناتهم. يعني كل واحد وعنده اوصاف ديالو وعنده ما يلام عليه، لكن هذا ليس فيه ما يذكر من خير اساسا. ارا ندوزو عاوتاني نشوفوا اللقطه ديال نكملوا مع الخطاب ديال الرئيس ديال رئيس تبون ديال الجزائر. إذا نشوف واش ضاف الرئيس تبون في الخطاب. إن شاء الله توصلنا إلى أبعد حد ممكن من خلق الثروة بشبابنا وخلال شباب. بالنسبة كذلك المعركة المؤسساتية اللي خدنا معركة مع بعض تاع تغيير النصوص، والتغيير النصوص تغيير المؤسسات، تغيير يعني بصفة عامة، مثل ما كان يطالب به حراك المبارك الأصيل تاع 22 فبراير 2019. أولا لاحظوا باش نعت الحراك هذا رئيس ديال الدولة، نعت الحراك أنه حراك أصيل، حراك يعني يعترف
بشكل ضمني وصريح بانه حراك شرعي، بان الحراك الشعب الجزائري هو حراك شرعي، وان المطالب ديالهم كانت شرعيه، عوض ما تيسميهم الاوباش والانفصاليين والخونه والمرتزقه واللص. كل واحد تهمه ديال انه تياخذ الفلوس من دوله اجنبيه بينما هو صاحبه في الخارج صيفط له 275 اورو ولا 175 اورو، على ما بقيتش عاقل بالضبط على المبلغ اللي هو البطل ناصر زفزافي اللي راهم باقيين يعذبوا فيه الى يومنا هذا، اللي باقيين يعذبوا فيه ويعذبوا في عائلته، واللي داروا محاولات كثيره باش يخونوه باش يعطيوا عليه صوره مخونه وهو داخل المعتقل، وطلقوا بعض الكلاب وبعض الابواق ديالهم باش يروجوا على انه لو انه يخطط للاستسلام ويخطط لكذا، يعني تيعذبوه جسديا وتيعذبوه نفسيا وتيعذبوه مع عائلته وتيعذبوه مع كاع رفاقه ورفيقاته وخوته وخواتاته اللي ساندوه واللي حنا تنساندوه واللي تنحتارموه بواحد الدرجه التي ما عمر غيكسبها شي واحد في التاريخ ديال هاد العلوين ديال النخاسه العابد. على اي نزيدو نشوفو شنو تيقول مثلا، شنو تيقول هو كتفاعل مع هذا الشيء، هذا شنو تيقول الرئيس ديال الجزائر، بما احتفاظ بطبيعه الحال الشعب الجزائري الحق هو اللي هو يقول واش هذه الرئاسه تصلح له ولا لا. انا تنعطيه تقارن ما بينهم، ما بين هذا النظام وما بين النظام المغربي، لا دخل لي في العمودي اللي ما بين النظام وما بين الشعب الجزائري، لانني لست واحد متطفل ندخل في امور لا تعنيني. احنا فهمنا بعضنا بعض بان التغيير الجذري ما يجي الا بقوانين ومؤسسات جديده، مش مجرد ان نغير شخص انا راني غيرت، لما السلوك والتصرفات تتغير والمؤسسات تصبح مؤسسات معترف بها لا غبار عليها لا تشكيك فيها، هذاك هو هذاك هو الشيء اللي كان طالبه الحراك المبارك. طلقنا في مراجعة الدستور، دمجنا في الدستور كل ما طالب به الحراك، حرية مطلقة فرديا وجماعيا. الشيء اللي كان لازم دير ملف وتحطيه تعطيه الإدارة باش يقبلوا ولا يرفضوا، اليوم أصبح بالتصريح فقط، صرح باللي غدير حزب، روح صرح باللي بغيت تدير جمعيه. طرقنا من خلال اطارات نزيهه في تنظيم المجتمع المدني واعطاء الكلمه للمجتمع المدني حتى يكون فعال ويكون جزء لا يتجزا من الدوله، وامور الحمد لله مشات ونزيدوا نواصلوا. اذا المجتمع المدني يعلو صوته إن شاء الله اليوم ومستقبلا، بينما كان مهمش، كانوا يطلبوا منه التبعية وخلاص. إذن التغييرات ربما ما نذكرهاش كل، ولكن انتم شاعرين بها، تغيير الدستور الشيء اللي جا به كذلك أننا قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات المنتخبين على المستوى بالاخص البرلمان حتى يحاسبوا ويتعلموا يحاسبوا، ولكن باش يحاسبوا لازم برلمان يكون يعني بعيد كل البعد عن الشبهات وعن ولده. ارتأينا برلماننا مثلا قررت باش نحل مجلس الشعبي الوطني الحالي و سنمر. اسمع، الخطوة هذه راه مصيبة، يحل المجلس الوطني الحالي، لأنه حسب اعترافه هو كرئيس دابا اللي فهمت منه أنه يعني مجلس وطني طالع غيب الشعوذة وغيب الرشوة وغيب بحال يمكن ربما بحال البرلمان ديالنا، رغم أن النموذج البرلمان ديالنا ليس له مثيل في العالم. يعني البرلمان ديالنا نسبة الأمية في البرلمان ديالنا بحالها بحال ديال الشارع، يعني تقريبا نفس النسب، يعني على الأقل واحد 40 ولا 45% من الناس اللي في البرلمان هما أميين ولا شبه أميين. يعني على أين هذه خطوة مثلا؟ ها هو شوف شنو فين هذا الخطاب، فين غادي، فاش من اتجاه غادي مباشرة من بعد إلى انتخابات اللي تكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم
المؤسسات السياسية، اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منها. جلائين المهم كلام جري لابع الشعب الجزائري هو اللي يقدر يدفع في هذا السياق هذا ولا يقرر انه لا يريد هذا الشيء يريد اكثر من هذا الشيء. المهم الشعب الجزائري ولي الصلاحيات. انا فقط تنقارن ما بين خطاب ديال الرئيس كان عنده حراك هالخطاب اللي جا دابا يقول وعنده حراك وكورونا والى اخره مع رئيس دولة اللي مالك اللي كان عنده تهوى حراك وعنده كورونا ولا يتحدث تماما عن أي تغيير عن أي محاولة تغيير بل يطالب من الشعب على أنه يسكت ويصمت فمه لما صمت فمه كاين المقابر يتكفل بالدفن دياله وكاينين القوات القمعية دياله اللي يطلقهم عليهم بحل الكلاب ديالهم. هذا هو الفرق وهنا فين كاين المفارقة ديال ما بين هاد الرئاسة في هاد البلاد والرئاسة في هاد البلاد وبالتالي ما بين هاد النظام ديال هاد البلاد والنظام ديال هاد البلاد الذي لا يقارن بينه كما قلت في الفيديو ديالي السابق الا منافق. ما يمكنش تقارنهم هاد الجوج هادو وتقول انهم من نفس الطينه الا اذا كنت منافق او لا فراسك اجنده خبيثه هي انك تحاول تقنع المغاربه على انهم ليسوا وحيدين محكومين بنظام بدائي متاكل مهتري في هاد المنطقه هذه وانما كلنا واذا بحال كلنا بثقافه دعمتنا. ونشوفوا مثلا اضافه اخرى كيفاش مجد كيفاش كبر بهذا الحراك وكيفاش وصف هذا الحراك واعترف قوة هذا الحراك. غنزيدو نشوفوا واحد المقطع اللي انا اعتبرته مؤثر. انا بعدا تاثرت بعض المقاطع من هنا لا كانت تمثيليه شغل هذاك انا تنتسنى على انه كما تيقول لك الرجل الرئيس والحاكم راه تيدير السياسه راه خصو على الاقل بعض المره يعرف يحترم الاراده الشعبيه ولو يكون ماشي من قلبه ولكن ملي تيضطر يجي يقولها امام التلفزيون تيعطي لذاك الشعب قوه ودابا انا غادي يعطي قوه للشعب الجزائري انه حراكه شرعي وانه الحراك ديالو يجب احترامه ويجب الانضباط اليه. هذا هو الخطاب اللي سمعت انا الا لشي واحد اخر تيسمع امور اخرى. هذه المنتخبه وغيرها بالنسبه مادام دخلنا في اليوم رانا في الذكرى على ايام قلائل تكون الذكرى الثانية للمسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصلي الأصيل المبارك اللي نفتخر به واللي أبهر كل الدول كل الشعوب واللي أنقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها. هذا يكفيني هنا نقد الحراك انقذ الجزائر من المأساة فبالتالي اي حراك قادم اللي فيه الشعب نفس هذا الشعب الجزائري فاكيد ان الهدف ديالو هو انه ينقذ الجزائر ماشي انه يرضها كما اللغه ديالنا حنا والصحافه ديالنا الخورده والحكام ديالنا الخورده والمثقفين ديالنا الخورده انهم بغيتوا تردونا بحال سوريا بغيتوا تردونا بحال العراق بغيتوا تردونا. يعني هنا انا الامس الفرق ان لم ماشي تنقول انه تنتكلم على ديمقراطية النرويج ولكن ألامس الفرق الشاسع بين نظام مافيوزي عميل ديال الصهيونية وديال الاستعمار ومع نظام اللي هو مازال يؤكد مواقفه الراسخة والثابتة إزاء القضايا الدولية. وتكلم في هذا الخطاب هذا على الموقف من إزاء القضية من إزاء حق الشعب الفلسطيني هو في ذاك الأرض لم ينفيها أكد على أنهم لا زالوا يساندون الموقف والمبدأ ديال حق تقرير المصير للشعوب كلها ماشي غير الشعب الصحراوي موقف ديالهم من مجموعة القضايا. يعني هنا كاين أمور اللي أنا تنقول هذه أمور أعتبرها أمور على الأقل ديال واحد يمارس السياسة ماشي المافيوزية والإجرام. غنشوفوا ماذا قال من فوق هذا الشيء هذا واللي انقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها انقذ وبالاخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية لان احنا ما دامنا على ايامات فقط من احياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الاصيل أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي وناس أخرين
لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و60 فرد ان شاء الله ابتداء من هذه الليله ولا غدا يلتحقون بعائلتهم. شيء جميل يصدر عفو في حق الناس اللي عندهم اللي تعتقلوا على خلفيه الحراك ولا خلفيه المواقف السياسيه ديالهم. يعني اخطا النظام الجزائري خطا كبير لما اعتقل بعضهم، ولكن قال لك احنا راه عندنا اللي تنقارنوا، احنا عندنا ماشي غير تختطفوا وتعذبوا اللي فيهم اللي تغتصب وفيهم اللي كتفوه دري صغير كتفوه دوزوه على الزنازين ديال الحباسه كاملين ويديه وراه هو طفل محكوم ب 20 عام. فهمتيني؟ محكوم ب 20 عام طفل. يعني ما كان يعني مئات السنين تفرقت على المعتقلين الريف، بالاضافه لما كان صاب المعتقلين ديال اللي قبل منهم الحراك 20 فبراير واللي قبل منهم واللي قبل منهم واللي قبل منهم، ومن موراهم تعتقلوا الناس وباقيين تعتقلوا البداحي تعتقل المره الاولى والمره الثانيه. هذاك الدري ديال السطات تعتقل المره الاولى والمره الثانيه. بودوح تعتقل والباه دوز حياته كلها في ذاك الجيش معتقدا على انه يدافع على الوطن، لقى راسو كان تيدافع على عصابه مافيوزيه، عاد جي من بعد وتعتقل ليه ولده ظلما وقهرا. وباقي الاعتقالات باقي الملفات تطبخوا، باقي اللي دوا هذا اللي كتب تدوينه يعتقلوه. يعني هذا هو الفرق، هنا تنقول الفرق الكمي والنوعي، ماشي غير الكمي. ماشي عيد هذا حكم على الناس غير بعامين وهو عفى على 55 وهذا حكم عليهم ب 20 عام، يعني غير الكم. لا، انت النوع، انت طبيعه الاعتقال، طبيعه الظروف الاعتقال، طبيعه الظروف الاستنطاقات كي تتم في هذه البلاد مع هذه البلاد هذه. لا يجوز صاحبي، راه غير منافق او لا واحد عنده اجنده اللي يقارن بين هاد النظامين. نعم ان النظام الجزائري لم يرتقي بعد لمستوى الديمقراطيه والمستوى اللي يتوق اليه الشعب الجزائري، ونعاود نقولها، لكن النظام المغربي هو من جذور العصور الحجريه الغابره ديال الظلام. الظلام يعني لا يمكن ان يكون موجود في هذا القرن 21 مع الشعب تيعتقد راسه على انه هو عار على كل شيء وتيطير في كل شيء. حاكمهم نظام يعني لا يمكن ان يكون الا في المتاحف ديال الديناصورات وديال داك الشيء الجوراسيكي، داك الشيء طبعا العهد الطباشيري والى اخره الكريتاسي. يعني هذا هو وجهه النظر ديالي. هذه غير مقتطفات، راه ما بغيناش نوريو كل شيء، هذه غير مقتطفات ديال هذا. على الاقل تضغط عليه بالحراك الشعبي لدرجه انه خصو يخرج ويبين على الاقل ان كاين شي امور جميله غادا. يعني كاين الاعفاء الضريبي ديال الناس اللي تيديروا قل من 30000 دينار، قل من 3 مليون الجزائريه، السميك ترفع من 150 من 15000 دينار اعتقد 20000 دينار كما قال. وملايين الناس هنا راه تيعرفوا الجملين، الناس تيعرفوا هذا الجزائري وما يعرفوه اكثر مني. انا بالنسبه لي هذا كمقارنه مع النظام المغربي، لا محرم، حرام القرن مع النظام. وهذا الشيء اللي خص الناس يخرجوا من اللي خرجوا في 20 فبراير، هذا الشيء اللي خصهم الناس يعرفوا كيفاش تتعامل حد مع حراك، وكيفاش يتعامل حد مع الحراك السلمي المغربي الراقي اللي ابدعوا المغاربه في الحراكات السلميه. يعني الشعارات السلميه من الضمين، سواء في الريف، سواء في ديال 20 فبراير، سواء جراده، سواء اللي سبقوا الناس من الضما ومن ضابطه، لكنهم تعرضوا لابشع التنكيل. إذا بالنسبة للإخوان والأخوات والناس اللي متابعين معنا هذه القناة هذه وتتابعوا وتهتموا بهذه القناة، هذا كان غير بغيت ندير هذا المرور هذا باش هذه المقارنة، لأن هذه المقارنة بغيت نديرها وبغيت نتابعها باش نعرفوا قدرنا ونعرفوا نوعية النظام اللي تيحكمنا، وما نبقاوش نقولوا على أنه راه حنا كنا في الهوا سوا كاع الدول حدانا كي دايرين زعما ها هما عندهم هذوك جمهورية وحنا عندنا ملكية راه كيف كيف. لا لا، ما كايناش كيف كيف، كايناش هاد كيف كيف، غير حيدوها من راسكم. وكاع اللي تيقول لكم على انكم كيفكم كيف الناس اللي تيعيشوا في هاد الجمهوريات اللي مجاورانا ولا هذا، راه عنده اجنده في راسه، اولا هو انسان منافق وهيبوقريطي حتى النخاع. وكما كنعاودها ونعاودها، واللي بغى يتجادل وبغى يتقارع في هاد الموضوع هذا الف مرحبا وحنا موجودين. يعني انا تحيه من هنا لكل الناس الغيورين اللي باغيين يشوفوا المغرب افضل، يعني واللي ما يمكنش يكون المغرب افضل الا اذا تم اسقاط هذا النظام الذي اللي هو مديور اساسا باش يخلي ماشي غير المغرب، ماشي هو هذاك المنطقه كلها خصو يخليها متخلفه.
وتحية مني كذلك الأحرار ديال الجزائر الذين صنعوا أحد أجمل الحركات الشعبية واللي باقي هاد الحراك الشعبية عطي، وكل التضامن معهم لأنهم قدروا يضغطوا على رئيس ديال البلاد ديالهم باش أنه يجي ويقول هاد الكلام. هذا نظر، هذا ناتج على القوة ديالهم وعلى قوة العقيدة المبدئية اللي عندهم، وكذلك على مدى العدل والعدالة اللي عندهم في المطالب ديالهم وفي كل ما رفعوهم من شعارات. إذا لحد هنا سأتوقف، وتحية لكم وإلى اللقاء.